فيديو اليوم بدي احكي لكم الجزء الثاني من قصة الحرامي اللي سرق تلفوني، وتحديدا قصة الانتقام، كيف انتقمت منه من الاشي اللي سواه فيه او الاشي اللي حاول يسويه فيه، يعني انه حاول يسرق تلفوني، فانا انتقمت منه بانتقام كثير قوي. احضروا الفيديو وشوفوا كيف الانتقام كثير قوي، واكتبوا رايكم بالتعليقات في الانتقام اللي انتقمتوا منه. انتقام يا اخوان خلى كل اللي بيعرفونا يحكوا فيه، ولحد الان في ناس برضو بيحكوا فيه يا اخوان، فانه انفضح فضيحة الله يعينه. بس المهم خلينا نبلش بالقصة على السريع، لا تنسوا انه تصلوا على النبي يا جماعة، ويلا خلينا نبلش. الانتقام صار بعد ما حاول يسرق تلفوني بسنة كاملة، تحديدا يا اخوان لما صرت اشتغل بمحل بلاي ستيشن. كلكم بتعرف لما صرت اشتغل بمحل بلاي ستيشن بتعرفوا القصة. المهم بالفترة هذيك كان يجي عندي الحرامي، يجي يلعب كم مرة، يجي يقعد معي شوي يظبط علاقات، وانا يا اخوان ما كنتش طايقه بالمرة، ولاني مش طايقه على حظي صرت اشوفه كل يوم، دائما موجود، بمرق من عند محل بلاي ستيشن، بروح على الدكان اللي جنبي، بروح على المكتب اللي جنبي، بيجي عندي يلعب. وكان دائما يا اخوان وقتها صاحبي اللي خلينا نسميه معاذ دائما موجود عندي، ومعاذ هذا يا اخوان كان في ميزة، واللي هي انه بيقدر يقلد صوت بنات، كان يقلد صوت البنات اكثر من البنات نفسهم يا اخوان، كان صوته احلى من صوت البنت. يعني لو اخيرك تحكي مع بنت طبيعية ولا تحكي معه بصوته هو اللي بيقلد فيه صوت البنت، لا تختاره هو، صوته احلى من صوت البنات. المهم يا اخوان انا كنت وقتها ناسي موضوع الانتقام، او مش معطي اهمية كثيرة، لاني قاعد بستنى هيك اشي قوي انتقم فيه، بس مش معطي اهمية كبيرة بحياتي. قلت اذا اجى الانتقام اجى، ما اجى بأجله لإشي قوي. وفعليا يا اخوان بما انه الحرامي دايما موجود عندي ودايما ملزق عندي، فصرت احكي يعني ليش ما اتسلى فيه. يعني بيجي وقت امرات يعني بكون المحل فل، وانا قاعد تحت عند الطاولة عند المكتب، ومحل بلاي ستيشن كله زباين وفل ومليان ناس، فانه بكون زهقان، فكان يجي عند الحرامي يقعد معي شوي، يصير يسولف معي، يجي معاذ نقعد احنا الثلاث نقعد نسولف ومش عارف ايش. فوقتها يا اخوان خطر ببالي اشي اقدر انتقم فيه من الحرامي، وسبحان الله مش انا اللي اقترحت الموضوع، الحرامي نفسه هو اللي اقترح الموضوع. كنت قاعد انا والحرامي بيوم من الايام ومعاذ ما كانش موجود، ولا الحرامي بلش يحكي لي انه والله حاب اني اضبط بنت وحاب احكي مع بنات ومش عارف ايش، فلو انك بتعرف صديقة هون او هون بدكاش تحكي معها انا موجود، فانه زبط لي بنت ومش هالحكي، زبط لي يعني يا اخوان بالعربي طلب مني اني اضبط له بنت، انا قلت اجت على رجليها، بدك اضبط لك بنت ابشر اعطيني يومين بس بالضبط، او اقول لا اعطيني ساعتين وبكون مزبط لك بنت. فهون الحرامي يا اخوان لما شاف اني خلص ساعتين وبدي اضبط له بنت قال لي يسعد دينك الله يوفقك مش عارف ايش، قلت له خلص غيب عني ساعتين وتعال بكون مزبط لك البنت وجايب لك رقمها. ولا هون الحرامي بلش يحكي لي انه انا معيش خط ومش عارف ايش، مش راح اقدر ارن عليها، فانه تقدر تخيل اصير احكي معها من تلفونك. فانا هون صرت احكي بعقلي انه احسن واحسن عشان اغير رقم معاذ لاسم بنت واخليه يحكي معه من تلفوني من رقم معاذ، لانه هو عنده رقم معاذ، واذا رن عليه راح يطلع مكتوب عنده معاذ، فانه سهل الموضوع علي اكثر. لسه انا كنت بخطط اني اشتري رقم جديد لمعاذ ومش عارف ايش، بس خلص هيك ما راح اضطر اشتري رقم جديد لمعاذ، خلص من تلفوني بغير اسم معاذ وبخليه يحكي معه ويخرفنه. المهم يا اخوان قلت للحرامي غيب عني ساعتين وتعال بتلاقي رقم البنت موجود عندي وبتحكي معه. وفعليا راح الحرامي وانا مسكت تلفوني مباشره رنيت على معاذ، قلت له معاذ وينك؟ قال لي بالبيت، قلت له دقيقتين بتكون عندي، كان ساكن قريب، قال لي ابشر هيني جايك. وفعليا يا اخوان معاذ بيجي علي، بقعد انا وياه وبقول له كيفك مع صوت البنات، ولا بلش يقلد صوت البنت، انا قلت له خلص اسكت اسكت وفر صوتك للاشي اللي بدي احكي لك اياه. فبلش يحكي لي انه ايش بدك وبشو بدك اساعدك ومش عارف ايش، قلت له بدي اياك تساعدني بشغل واللي هي انك تحكي مع الحرامي بصوت بنت وعساس انك بنت وتصير تحبه وتخرفن لي. هون معاذ قال لي ليش؟ قلت له متذكر لما قبل سنة تقريبا سنة وشوي حاول يسرق تلفوني؟ قال لي اه. قلت له بدي انتقم منه عشان حاول يسرق تلفوني. قال لي يا زلمة انت بعدك متذكر الموضوع ليش؟ قلت له لانه قهرني يا زلمة، كان تلفوني وقتها جايبه جديد يسرقه مني وبتذاكى علي، فانه خلص بدي اخرفنه، فانه قل لي انت معي ولا لا؟ ولا معاذ قال لي ابشر. انا هون لما معاذ قال لي ابشر قلت خلاص راح نخرفن الحرامي ونخلي كل الحارة تحكي بقصته. وانا هون مسكت تلفوني ودخلت على رقم معاذ وكتبت اسم بنت، كتبت اسمها اتوقع مريم ولا راما، راما اتوقع، كتبت راما اللي اسمهم راما يعني اعذروني، بس انه خلص كتبت اسمه رام. المهم بعد ما كتبت اسمه خلص اتفقت انا وياه، قلت له خلص غادر من هون وارجع على بيتك، وهسه برن عليك من تلفوني وبقول لك انه هي تفضلي احكي مع الحرامي، فانت هون بتغير صوتك لصوت بنت وبتحكي معه ونشوف شو بدنا نسوي معه. المهم يا اخوان بعد بشوي هيك بيجي علي الحرامي وبقول له شو كيف استعداداتك عشان تحكي مع البنت؟ قال لي بالله عليك زبطت لي اياها؟ قلت له طبعا زبطت لك اياها، ومسكت تلفوني دخلت رنيت عليها قلت لها الو مرحبا كيفك راما. هون هو لما شافني بحكي او لما
سمع اسم راما، سمع اسم بنت، وانه بحكي بصيغه انثى، انه كيفك راما، عيونه بلش يطلع منهم قلوب حب ومش عارف هيك، حسيت في لمعه بعيونه، فقلت لها تفضلي هي الحرامي بدي يحكي معك، انه ما قلتش الحرامي قلت اسمه، فانه بحكي الحرامي عشان انت تفهم. المهم اعطيته التلفون وبلش يحكي معها. اول ما مسك التلفون هيك انه مرحبا كيفك، شو اخبارك، كيف صحتك، انا اسمي فلان الفلاني الحرامي، انا الحرامي اللي حاولت اسرق تلفون سنه. المهم يا اخوان بلش يحكي معها، وهيك بعد بشوي بلش يستحي انه يحكي معها قدامي، انه خلص فغار عليها انه هاي زلمتي يا غالي وهاي حصتي. طلع برا المحل وصار يحكي معها بالشارع، هيك قطع الشارع وبلش يروح ويجي ويحكي معها ومش عارف ايش، وخلص شحن تلفوني، قعد ساعتين وهو يحكي معها. وبعد ما طول وهو بيحكي معها، انا مش عارف كيف هيك قاعد وابصر كم ساعه وهو بيحكي معه، كيف انه معاذ كيف تحمله وهو قاعد بيحكي معه ساعتين يا زلمه بتحكي معه، انا مش فاهم عنك كيف. المهم يا اخوان ناديت الحرامي قلت له خلص هات تلفوني وبترجع تحكي معها بكره، وفعليا اخذ التلفون وقلت له خلص غادر المكان بدي اكمل شغل، سك التلفون. رنيت على معاذ وبلشنا نضحك عليه، ومعاذ كان مسجل المكالمه كامله فسمعناها ايش بيسولفوا. طلع عنده سياره BMW اخر موديل، اخر BMW 2017 كانت عنده ولا 2018، المهم كانت BMW نازله وقتها وسودا ومعدله وفيها تيربو ومش عارف اشياء، اول مره اشياء كذبيه قاعد يحكيها. وبلش انه عندهم قصر وانه هو اصلا عنده عرق بهذا قرابته زياد المناصير، قاعد عك على معاذ عك يا اخوان، واحنا عارفينه بيشحت سجاير، بلف على اولاد الحاره بطلب منهم سيجاره، غلبك يا غالي واحده حمراء، أغلبك يا غالي واحدة بيضة، إيه شو هذا الدخان، بارلمنت سيجارة، مالبورو أحمر، شحات دخان نمبر 1 كان بالحارة. المهم إجا ثاني يوم وبلش يحكي لي إنه بدي أحكي مع راما، فقلت له تفضل هي أحكي مع راما، وحكى مع راما. وإجا ثالث يوم رابع يوم، كل يوم يا إخوان صار يجي عندي يحكي مع راما يقعد ساعتين. وبعد فترة طويلة وهو بيحكي مع راما، إجا يوم من الأيام قلت لنور أخوي إنه يقعد مكاني بالمحل البلاي ستيشن، ورحت نزلت على الملعب اللي كنا نلعب فيه دائما بالحارة، بتعرفوا الملعب، رحنا صرنا نلعب طابة أنا ومحمد ونفاس وولاد الحارة، وإجا معاذ صار يلعب طابة والحرامي قاعد بيلعب طابة، كل الحارة كانوا بيلعبوا طابة يا اخوان. وباليوم هذا يا اخوان معاذ انصاب ونلوت رجله، صار في عنده التواء بالكاحل، وراح روح على بيته وما قدرش يلعب طابة تقريبا، قعد شهر ونص شهرين بطل يلعب طابة. وتذكروا موضوع الإصابة هذا منيح يا اخوان، لانه رح نرجع له كمان شوي، او ليش نرجع له كمان شوي، هسه بنرجع له. معاذ ظل قاعد بالبيت وبطل يطلع من البيت، فتفضي 100% للحرامي انه يقعد يحكي معه دائما. المهم بعد ما انصاب بكم يوم قررنا انه نحجز ملعب، وحجزنا الملعب تقريبا العصر قبل ما افتح المحل بساعة، فانه عشان كنا الكل موجودين وانا اكون موجود. ورحنا على حجز الملعب انا ونور اخوي ومحمد صاحبي ومش عارف، رحنا كثار الا معاذ ظل قاعد بالبيت لانه مصاب، واجا معنا الحرامي. الحرامي بحبش يلعب طابة بس بحب انه يتفرج علينا، واجا بهذا اليوم على الحجز ليش؟ عشان وانا قاعد بلعب طابة يكون ماخذ تلفوني قاعد بحكي فيه مع راما اللي هي معاذ. المهم احنا قاعدين نلعب طابة وناسين حالنا، والحرامي قاعد هيك عند الزاوية عند الجبل قاعد بحكي تلفون وبلعب بشعره ومش عارف ايش، كانت اجواء رومانسية بحت عنده، واحنا بنلعب طابة وبنكسر ببعض وبنجيب جوال وبنسب على بعض ومش عارف ايش. المهم ولا باخر الحجز بنسمع صوت الحرامي قاعد بصرخ على التلفون انه معاذ والله لا اعمل والله لا اضربك والله لا اسوي ومش عارف ايش، فانا سمعته انه قاعد بصرخ على التلفون وبيحكي معاذ ومش عارف ايش، فانه شكله كشف معاذ. احنا كنا مخططين انا ومعاذ انه يضل يحكي معه لحتى يمسك عليه ممسك قوي يفضحه فيه بكل الحاره، فانه يا انكشف معاذ يا انه قدر يمسك الممسك القوي. فرحت مباشره اخذت التلفون من الحرامي وقلت له الو شو صار، ولا بسمع لكم صوت معاذ قاعد بضحك وبيحكي لي ايش هو الممسك اللي مسكه على الحرامي. والحرامي اول ما شافنا انه قاعدين بنحكي مع معاذ سحب حاله وهرب، وين راح؟ على بيت معاذ. فانا هون يا اخوان قلت لمعاذ انه شو ما يصير لا تمسح التسجيلات، احنا بنكمل الحجز وبنيجي عليك على البيت. وفعليا كملنا الحجز، كان ضايل اخر 10 دقائق كملناهم، ومباشره رحنا طلعنا على بيت معاذ. وهون يا اخوان بلش الاكشن بالقصه، الحرامي وصل على بيت معاذ قبلنا ومسك معاذ وقاعد بقول له امسح التسجيلات اللي عندك. احنا وصلنا عندهم وكانوا هم قاعدين بالعماره بالطابق الاخير قاعدين، واول ما وصلنا عليهم لقينا انه معاذ ماسح كل التسجيلات. فانا هون لما شفت انه معاذ ماسح كل التسجيلات قلت له معاذ انت شو سويت، يعني انت خربت تعب كل هذا وانت بتخرفن فيه عشان تيجي تمسحهم، يعني انت
كم ساعة تحملت وقرف وهو قاعد بيحكي معك؟ قال لي والله كنت متسل. مش فاهم كيف كان متسلي معه، بس انه ليش تمسحهم؟ قال لي والله حزنت عليه ومش عارف ايش، حرام انه ينفضح قدام اولاد الحارة. فقلت له يا زلمة قلت لك استنى بدنا نسمع التسجيلات، نسمعهم ونمسحهم، بس انه نسمعهم. وهون يا اخوان كان في معانا صاحبي اسمه يزن. يزن هذا يا اخوان كان ابن صفي من الصف السابع، وكان يروح معاي بنفس الباص ومش عارف ايش، وصاحبي للوقت الحالي، بس انه ما كنتش احكي لكم عنه كثير لانه قصصه قليله فكنت مخبيها. ويزن كان دائما بلعب معنا طاوله بالحاره، اتوقع قلت لكم عنه مره، انا كنت نمار الحاره وهو كان هازارد الحاره، فانه اتوقع ذكرته لما قلت انه كان هازارد الحاره. المهم يزن لما سمع انه اشياء محذوفه ومش عارف ايش، قال الموضوع عندي وانا بقدر ارجع كل المحذوفات. فانا مسكت تلفون معاذ قلت له امسك يا سوي اللي بدك اياه، حاول انك ترجع كل الاشياء المسجله. وفعليا يا اخوان مسك التلفون وبلش ينزل عليه برامج ومش عارف ايش، وهكر البرنامج اللي نزله على لوكي باتشر. لوكي باتشر هذا كنا نهكر عليه كل الالعاب، كان هيك وجه سمايل مبتسم. فانه انا قاعد بتطلع على يزن انه نزل اكثر من برنامج وهكرهم على لوكي باتشر ومش عارف ايش، قاعد بدخل عليهم بدمجهم ببعض، وقدر يرجع كل الاشياء المسجله. فانا صفنت بيزن انه يسعد دينك يا زلمه، انبسطت وقتها. وهون احنا مسكنا التسجيلات وبلشنا نسمع فيهم، وكان صوتهم واطي. ويزن نزل برنامج ثاني وهكروا على لوكي باتشر وعلى الصوت. بلشنا نسمع ايش في بالتسجيل، وكان في حكي يا اخوان اقسم بالله بخزي، مستحيل اني احكي لكم، بظبطش احكي لكم اياه بالمره، بس انه كان حكي بخزي بخزي كثير. بتعرفوا جماعه اللي هذول اللي بيبعثوا مسجات انه انا كلبك وانا تحت رجليك ومش عارف ايش وتفي علي، نفس الاشي. مسكنا عليه ممازك وقتها وقعدنا نضحك عليه بالحارة، كل ما نشوفه النادي انه يا ابو لحد يومنا الحالي يا اخواني محمد صاحبي بيحكي لي انه بالحارة هناك لحد اليوم في كم واحد بينادوه بنفس اللقب القديم. فانه يا اخوان بحب احكي للحرامي اذا قاعد بيحضر بهذا الفيديو انه بدي اقول له اعذرني، وما تعذرني بنفس الوقت، يعني اعذرني انه سويت فيك زي هيك، بس برضه لا تعذرني وابلع لانك حاولت تسرق تلفوني. ليش تحاول تسرق تلفوني؟ ابلع، بس برضه اعذرني انا زودتها معك ولهسه يعني بينادوك بنفس اللقب، فانه اسفين. وانا متاكد انه راح يحضر الفيديو، اولاد الحاره راح يفرجوه الفيديو، اللي راح يشوف الفيديو هذا راح يفرجيه يقول له هي قصتك لما تخرفنت. المهم بس والله يا اخوان هون بتكون خلصت القصه، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، اشتركوا بالقناه عشان نوصل 700,000 مشترك، وصلوا هذا الفيديو اكثر من 30,000 لايك ويسعد دينكم وبحبكم كلكم. انتوا كل واحد عامل لايك او عامل سبسكرايب ومفعل الجرس او قاعد بس بحضر بالفيديو ووصل بالفيديو لهون، انا بحبك ولك يسعد دينك، انت زلمه ولك انت عمي. اللي مشترك بالقناه وحاط لايك انت عمي، يلا اشترك وحط لايك واكتب لي بالتعليقات انا عمك. اللي وصل لهون يكتب لي بالتعليقات انا عمك. يا اخوان بحبكم والله. ها تعرف ليش هيك مشاعر طلعت فجاه؟ بس انه بحبكم والله اني بحبكم واحد واحد، حتى انت اللي بتكرهني وقاعد بتحضر الفيديو للاخر لانك بتكرهني برضو بحبك. يلا سلام.